السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو التوضيحي لتوريد وتركيب أنظمة التكييف الكونسيلد المخفي. في هذا الفيديو تحديدا حبيت أنوه إن في هذا المشروع العميل حب يركب جريلات لينير إير جريل، جريلات متحركة من الداخل عشان يساعد في توجيه الهواء. يعني لو عملنا زوم هذه الجريلات تتحرك يمينا ويسارا واللي بالداخل أسفل وأعلى، وبالتالي تقدر تتحكم في كمية الهواء وكمية السي اف ام الخاصة بالهواء. وده كان فيديو توضيحي لتوضيح جريلات لينير اير جريل. يعني ده عادة بيتم تركيبها بمشاريع الفنادق الجانبية لما يكون الهواء قوة الدفع الخاصة بالهواء جانبية، ولكن العميل حتى اختار هنا الجريلات الداون تكون برضو يوجد بها دمبر متحرك.